إدارة المهاجرين هذا هو شغلها. يعني قد أنا نحكي لك جزئية بسيطة عن المهاجرين اللي خرجوا في مناطق اشتباكات من مهاجرين مدينة بنغازي. نعم. تخيل لما يطلع واحد عنده إيجار يدفع فيه ويلتزم بإيجار ثاني، يمشي يدفع في إيجار ثاني. غير انه شقه اللي بياخذها شقه فاضيه، يعني تبي تجهيز من اول جديد، تبي فرش وتبي ثلاجه وتبي غساله وتبي قصه، يعني قصه. المشكله ما فيش حد تجاوب في الموضوع هذا كدوله، ما فيش حد، وانت عدم التجاوب في الاول في الثاني، يعني مش جديد على الموضوع هذا يعني.